ملينا الدكتور غازي شركس استشاري الوبائيات ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية. أهلا بك دكتور. نتحدث بداية عن أهمية عدم التراخي في اتخاذ إجراءات السلامة أو حتى إجراء الفحوصات عند المخالطة، وخصوصا يعني للحفاظ على ما تم إنجازه، ونحن نتحدث عن منطقة بشكل عام، يعني على سبيل المثال مصر تدخل الموجة الثالثة، وبالتالي لا يجب يعني التهاون بالموضوع. نعم أختي الكريمة، احنا لاحظنا انه هناك بعض التراخي من قبل المواطنين على الإقبال على فحص البي سي آر، وهذا واضح من يعني تدني عدد العينات. إحنا متاح للناس أكثر من وسيلة لإجراء الفحص، فرق التقصي الوبائي بتتبع المخالطين، إحنا بنحث المخالطين على أنهم يتقبلوا الفحص ويقبلوا على الفحص. المراكز الثابتة موجودة في كل أنحاء المملكة، ممكن أي حدا مخالط لحالة مؤكدة أو عنده أعراض بده يشيك على حاله يروح على المحطات هاي. المستشفيات والمختبرات متاحة. التراخي ليس جيدا، لأنه إحنا ما بدنا يركن المواطن أنه أصبح المنحنى ينخفض والحالات تقل، بمعنى أنه إحنا بمنأى عن الخطر. لا، لازم كل واحد بيخالط لازم يروح يفحص. الإقبال على الفحوصات أمر جوهري جدا للحفاظ على المنحنى الوبائي. صحيح. طيب، لاحظنا أيضا لا أعلم يعني هبوطا وفق المأمول بالنسبة الإيجابية للفحوصات، ولا أعلم إن كان هذا الهبوط مرد عدم الإقبال على الفحوصات، لكن بشكل عام كم نحتاج زمنيا للوصول إلى النقطة التي نريدها وهي 5%؟ دكتور، والله احنا بالمنظور يعني اذا بتشوفي المعدلات كانت تتراوح بين 11 و12، هلا طالما ظلت المعدلات الحالات تنخفض وفي عنا التزام بمعايير السلامة والوقاية، من المتوقع انه يستمر هبوط المنحنى. باستمر هبوط المنحنى فالنسبة الإيجابية ممكن أيضا تنخفض. هذا الحكي في المنظور أنا بحكي أنه ممكن يكون خلال 2 أو 3 أسابيع على أقل تقدير، حتى نشهد إحنا النسبة تكون مريحة أكثر إلنا. يعني موضوع الصيف الآمن ربما واقعي وقد نشهد هذا الصيف. هذا الصيف الآمن له أكثر من عامل لنجاحه. العامل الأول إنه إحنا نوصل لنسبة إيجابية 5%، وهذا يعني جهد كبير جدا بده يكون من ضمن أجهزة الدولة ومن ضمن الناس بالإقبال على الفحص وبعزل أنفسهم وحجر أنفسهم عندما يكون هناك إثبات بالإصابة. أيضا بنفس الوقت الالتزام بالتسجيل على المنصة، وإحنا ارتفع عنا رقم التسجيل لكن الارتفاع ليس مرضيا. يعني لا نزال نتراوح بين 1,300,000 مواطن. إحنا بدنا أكثر من هيك تسجيل على المنصة. وبدنا إقبال أكبر من الناس حتى نقدر نطعم أكبر عدد من الناس. في الحالة هاي كل ما طعمنا أكثر وكل ما كانت نسبة الإيجابية حول المعدل اللي إحنا بدنا إياه، إن شاء الله قد نصل إلى صيف آمن. طيب، بعون الله. طيب، وتم الحديث أيضا عن أولوية منح المطاعيم للمرضى وخصوصا مرضى السرطان، وبالتالي هل من آلية معينة يعلن عنها لتوضيح كيفية تقديم المطاعيم لهم، وهل من أولويات أخرى أيضا، يعني هل من تغيير في معايير تقديم اللقاحات؟ هلأ إحنا أصحاب الأمراض المزمنة ومنهم مرضى السرطان كانوا أولوية قصوى في البداية، يعني منذ بداية الحملة وإحنا بنتبع الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة وبنحاول نغطي جميع الأشخاص من هاي الفئة، فهم لهم أولوية كبيرة. وعلى ما أتوقع إحنا تم تطعيم عدد كبير جدا منهم، وأي شخص لم يتلقى المطعوم لغاية الآن وعنده أكثر من مرض مزمن هذا ممكن يراجعنا بالوزارة. نعم. طيب، بالنسبة لخدمة السيارات،
يعني هي خدمة في الحقيقة تقدم خدمة سريعة وربما تغطي أكبر عدد ممكن من تلقيح المواطنين، وبالتالي هل من خطة لتوسيع أكبر خلال المرحلة المقبلة في هذا المجال دكتور؟ نعم، احنا حريصين جدا على انه يعني اذا الشخص ما بيقدر يجي لعنا على المراكز حتى يتطعم، احنا نعمل آلية السيارات المتحركة، هذه كمان بتخدم كثير. وسعنا نطاق التطعيم لمراكز كبرى، لحدائق، لجامعات، والدرايف ثرو هذا الجديد كمان احنا بنقيم التجربة وممكن نتوسع فيه. هدفنا الأسمى هو نخفف على الناس ونخليهم يقبلوا على أخذ المطعوم بأي وسيلة ممكنة. طيب دكتور، أنت ذكرت منذ قليل بأنه يعني يجب أخذ الاحتياطات والإجراءات واللقاحات وكل هذا من أجل الوصول إلى صيف آمن، ولكن السؤال الذي يعني يسأله المواطن اليوم، هل من خطة على الطاولة من يعني لجنة الأوبئة تنصح يعني بالتخفيف من الإجراءات كالحظر الجزئي أو حظر يوم الجمعة، أم ما زال من المبكر الحديث عن هذا الموضوع؟ أنا هنا أقتبس من كلام معالي وزير الصحة في لقائه على قناة المملكة، قال أن جميع الخيارات مفتوحة بحسب المنحنى الوبائي. يعني المنحنى الوبائي هو ما يحدد إحنا شو إمكانية أنه نعمل أي تخفيض في عملية الحظر أو عملية منع الناس من التجول. إن شاء الله إذا وصلنا للنسبة المقبولة وهي 5 فما دون، الخيارات مطروحة وممكن يكون في نوع من التخفيف إن شاء الله. نعم، شكرا لك الدكتور غازي شركس استشاري الوبائيات ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية.